كان الانجاز ده رائع، خصوصا ان الثلاث لاعبات منهم اللاعبه كمان سرايا حققت انجاز وحققت مستوى مبهر، وحتى بعض كانت الصفحات أفضل لاعبة. الصفحه كمان الخاصه باللعبه الصفحه الدوليه الخاصه باللعبه كتبت عن الهدف اللي سجلته، ان هي وصفت بان هو من اروع اللاعبات اللي اتلعبت في هذه هي اللعبه. معانا 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 على التليفون. نحب نحييها على البطوله. انا الصوت مش واصل، معانا. الو، الصوت فيه مشكله تقريبا. الو، الو، ايوه، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازيك؟ حابين نبارك لك الاول على لقب احسن لاعبه في البطوله، وحابين يعني تقول لنا بشكل مختصر كده البطوله دي تعرفي الجماهير بيها يعني وكده. ميرسي، الله يبارك فيك. اول حاجه انا بس كنت عايزه اقول ان بطوله 3 على 3 دي بتبقى حاجه تانية طبعا غير ال 5 على 5. تمام، يبقى ليها معايير تانية. 5 على 5 بتبقى على ملعب كامل عادي خالص، بس 3 على 3 بتبقى على نص ملعب، وبيبقى الكوتش واقف معانا، فاحنا بناخد كل تمام. التعليمات من نفسنا. بنبقى 3 لعيبه، يا اما الماتش بيخلص بعد ال 10 دقائق يا اما في النقطه ال 21، الفريق اللي يجيب 21 اول هو اللي بيكسب الماتش. بنبقى 3 لعيبه، بيبقى معانا اللعيب رابع قاعد احتياطي وقت الشهير لما اي حد بيتعب فبينزل، دي وقت مستقطع واحد بس في الماتش كله. فهي طبعا بتبقى متعبه اكتر بصراحه من 5 على 5. حضرتك قلتي بناخد التعليمات من نفسنا، يعني مفيش مدير فني، مفيش كوتش؟ لا مفيش، هو بيبقى مثلا في معسكر قبلها او حاجه هو اللي بيقول لنا مثلا نعمل كذا في الماتش كذا، لكن اثناء الماتش الكابتن ما بيكونش موجود اصلا، يعني بيبقى قاعد زي الجمهور، مش بيقدر ان هو يقول لنا حاجه. حضراتكم بس اللي في الملعب. طب كان في سامعين ان ممكن اللعبه دي تنفصل، اللي هي 3 على 3، اللاعب اللي يلعب في البطوله 3 على 3 ما يلعبش في فريقه 5 على 5، ده الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ لا لا خالص، عادي ممكن تلعب زي السنه دي. الاتحاد عمل دوري 3 على 3، فدوري 3 على 3 شغال وبياخد من اللعيبه 5 على 5، يعني ممكن تاخد من المنتخب عادي ناس تلعب في 3 على 3 وناس تلعب في 5 على 5. انا نفسي حتى بلعب في 3 على 3 وبلعب في المنتخب 5 على 5 عادي خالص، يعني ما فيهاش مشكله. تصوراتك بقى عن مستقبل اللعبه دي في مصر، يعني حاسه ان ممكن اللعبه دي تكون في مصر تاخد شعبيه تضاهي 5 على 5؟ والله طبعا لما الاتحاد ابتدى يهتم بيها بقاله سنتين او اكتر، طبعا البطوله دي بقت دوليه وابتدينا ان احنا نسافر ونروح بطولات وابتدينا ناخد افريقيا، ف يعني الاتحاد ابتدى يركز على ان الاتحاد هو اللي يستضيف البطوله دي بعد كده في مصر. قدرنا ان احنا ناخد 3 بطولات من 4، فده طبعا بالنسبه لنا انجاز. 3 افريقيا مع تاني شركه لينا، الناس كلها طبعا بقت عارفه ان مصر احنا مش بس رايحين تمثيل مشرف، لا احنا رايحين ناخد البطولات على طول. طيب انا اعتقد ان الاتحاد طبعا هيبتدي يركز اكتر من كده بكتير، وطبعا نكتب البطولات بعد كده احنا بنستضيفها ناخدها في بلدنا. سرايا، حابب اخدك بقى في حته تانية خالص واسالك سؤال تاني. لما انت حسيتي بتفاعل جمهور النادي الاهلي تحديدا كمان معاكي، وصحيتي لقيتي السوشيال ميديا بتتكلم عنك، وحتى الصفحه الخاصه باللعبه بتحتفي بنقطه انت جبتيها، والتفاعل ده واحساس الجمهور ده، كنت حاسه ازاي؟ اتخضيتي او حسيتي ان اللعبه في فوكسنج عليها فجاه؟ تفاعلتي مع ده ازاي؟ والله انا فعلا كنت مبسوطه جدا جدا لما لقيت السوشيال ميديا كلها قاعده بتنزل لي في بوستات على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وفيبا بالذات الاتحاد الدولي ابتدى يبعت لي ويقطع لي فيديوهات، فده بالنسبه لي طبعا كانت حاجه كبيره قوي انا عمري بصراحه ما وصلت لها. كنت باخد احسن لعيبه في افريقيا وانا تحت 16 وتحت 15 5 على 5، بس ان انا اخد احسن لعيبه في افريقيا درجة أولى فريق كبير، ده بالنسبة لي صراحة إنجاز. يعني أنا أفتخر بنفسي صراحة إنه أنا أول مصرية أعمل كده. اتخضيت طبعا من السوشيال ميديا، لقيت ناس كتير قوي عاملة لي فولو وعاملة لي أد على الفيسبوك كده، بس لا كنت فخورة بصراحة بأدائي وأداء فرقتي جدا جدا جدا. حاجة مشرفة جدا، وإحنا فخورين بحضرتك. طبعا الثلاث لاعبات كانوا من النادي الأهلي. الثلاثة كانوا من النادي الأهلي، وإحنا بصراحة يعني ما قلنا إن إحنا مفيش أوبشن تاني غير إن إحنا نجيب أول، إحنا رايحين عايزين أول. طيب حابب اسالك عن المنافسه الجايه ليكي، او اقرب حاجه تحبي تكلمي الجمهور عنها ينتظر يتفرج عليكي فيها. احنا دلوقتي طبعا خلاص المنتخب هيتوقف شويه، مفيش ولا 5 على 5 ولا 3 على 3 الفتره الجايه. اقرب حاجه عندنا هي بطوله افريقيا، لسه امبارح في الاهلي قالوا لنا ان احنا هنشارك في بطوله افريقيا عندنا ان شاء الله الشهر الجاي. طبعا كل اللي مستنيينه ان الجمهور يكون معانا، هي البطوله هتبقى في مصر، فاحنا مش عايزينها بصراحه تخرج بره النادي الاهلي، مش بس داخلين عشان نوصل مربع ولا نوصل سيمي فاينل، لا احنا عايزين ان احنا ناخد البطوله دي، فدي اكتر حاجه احنا مركزين عليها الفتره، مع
وعندنا كمان يوم الخميس الجاي ماتش مع سبورتنج في دور الثمانيه في المنتصف، فيمكن ماتش سبورتنج ده من اقوى الماتشات اللي احنا بنقابلها على سوبر فاينل، فحاجه غريبه بالنسبه لنا ان احنا نقابلها دور ثمانيه. فالحاجتين اللي احنا ركزنا عليهم ماتش سبورتنج ان شاء الله الخميس الجاي وبطوله افريقيا ان شاء الله الشهر اكيد الجاي. اكيد الجمهور هيبقى معاكم، ولكن احنا في انتظار زي ما الجمهور هينتظركم انتوا تقدموا للجمهور اداء مشرف وتفرحوه زي ما احنا متعودين منكم ان شاء الله. بنشكرك يا رب ان شاء الله ان شاء الله. بنشكرك جدا على تواجدك معانا، وابطال النادي الاهلي في كل المنتخبات الوطنيه وفي كل اللعبات دايما يا احمد بيصنعوا الفارق. بص هتلاقي